مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة اليوم من سؤال جريء. أولا، أعلن تضامني مع الشعب الليبي الشقيق، وأحس بالألم والحزن لما يجري هناك، وأطلب من كل المسيحيين الذين يشاهدون هذا البرنامج أن يصلوا ويدعوا الله من أجلهم. كما أشعر بالحزن والأسف لما يجري في مصر الآن من هجوم على الأديرة ومن قتل للكهنة في غياب الأمن. نطلب من الله أن يبعد أذى المجرمين عن شعبه وكنيسته. حلقتنا لهذا اليوم هي بعنوان الشيوخ والمظاهرات، وسأتطرق في هذه الحلقة لعدة أسئلة. هل الإسلام يؤيد الديمقراطية؟ ما حكم المظاهرات في الإسلام؟ ما حكم الخروج على الحاكم المسلم في الإسلام؟ هل الإسلام كدين يؤيد ما حصل في تونس ومصر وما يحصل الآن في ليبيا والبحرين وغيرها من البلدان؟ أم أن الإسلام يؤيد الخنوع للحكام ولو كانوا ظالمين بحجة أنهم مسلمون؟ وتحت أي ظرف أو شرط يمكن أن نغير الحاكم المسلم؟ ولدينا سؤال الإسماس سيظهر على الشاشة. هل الإسلام يؤيد الثورات الشعبية؟ هل الإسلام يؤيد الثورات الشعبية؟ 1 لنعم، 2 للا. في الحقيقة ما نراه يجعل الإنسان يتساءل، لماذا صبر العالم العربي إلى الآن على الأوضاع التي كان يعيشها؟ لماذا حكامنا العرب المسلمون يتشبثون بالسلطة ويورثونها لأولادهم؟ بعضهم سماها مملكة وامتلك شعبه وصاروا إرثا ينتقل من الأب لابنه، وبعضهم جعلها جمهورية ولكنه بالرغم من ذلك ورثها لعائلته بطريقة أو بأخرى. تعددت المسميات والنتيجة واحدة. هل للإسلام علاقة بذلك؟ نعم، للإسلام علاقة بذلك. صحيح أن احتكار السلطة طبيعة بشرية، لكن الإسلام كدين أيدها وأعطاها صبغة الشرعية. محمد كان هو الرسول وهو القائد وهو الرئيس بلغة العصر، اجتمعت فيه القيادة الدينية والسياسية، وتخلص من كل معارضي سواء كانوا أفرادا أو قبائل بالحرب والتقتيل، تماما كما يفعل الرؤساء اليوم مثل القذافي. أخذ محمد البيعة من الناس، ولا يمكنهم الخروج على هذه البيعة، وإلا سيعتبرون خوارج وكفار وسيتم استباحة دمهم. بعد وفاة محمد اختصم المسلمون فيما بينهم حول الخلافة، وهذا هو السبب الرئيسي في انقسام السنة والشيعة إلى اليوم. فأخذ أبو بكر الخلافة بسرعة، تنفس الكثير من الناس السعداء بعد موت محمد واعتبروا أنفسهم تحرروا، فتوقفوا عفوا عن بعث الأموال إلى المدينة واعتبروا ذلك استغلالا للدين، وقامت بذلك أول ثورة في التاريخ الإسلامي. لكن وكما يفعل القذافي اليوم مع أبناء شعبه، استل أبو بكر سيفه وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. وهكذا أجبر الناس على الخضوع بقوة السيف. لم يترك الخلافة أبو بكر طوعا، بل أجبره الموت، مات أبو بكر، فخلفه عمر بن الخطاب الذي لم يترك الخلافة طوعا، بل أجبره الاغتيال على تركها لعثمان. الذي تركها هو الآخر غصبا عنه مقتولا، فتولاها علي، ولم يتركها علي طوعا بل تركها قتلا، فتولاها معاوية بعد نزاع مع الحسن بن علي، وورثها لابنه يزيد، وهكذا استمر التاريخ الإسلامي. فإن كان هذا قد حصل في خير القرون التي يقول عنها المسلمون، فكم بالأحرى أسوأ القرون. هل أعطى محمد أو الخلفاء مثالا حيا على الخلافة التي تحترم إرادة الشعوب؟ لا، بالعكس، أعطى لرؤساء أمثلة شنيعة للحكم.
فلا تتوقعوا أن تتمتعوا بالحرية في اختيار الحاكم في ظل الشريعة الإسلامية. الإسلام أجبر تابعيه على الخضوع لمحمد وللخلفاء بعده، وكل من خالفهم له السيف، وسأثبت لكم في هذه الحلقة اليوم هذا الأمر. أذكر بسؤال الحلقة للرسائل القصيرة والإيميلات: هل الإسلام يؤيد التوراة الشعبية؟ نعم لواحد، لا لاثنين. خلينا أبدأ بأول شيء. الإسلام لا يؤمن بالديمقراطية بل البيعة المطلقة. في الحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم كتاب الإمارة يقول: دعانا رسول الله فبايعناه البيعة، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، نسمع ونطيع، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا، الاستثناء الوحيد، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الشرط الوحيد أنكم تخلعوني من القيادة أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني يكون عندكم برهان من الله. نشوف تاني. دعونا نتخيل شيء: لو كان الرسول هو الحاكم وقامت ضده الثورة اليوم، ومثلا قال الشعب يريد إسقاط الرسول، خرج المسلمون إلى الشارع وقالوا الشعب، كما يفعل المصريون والتونسيون والليبيون اليوم، الشعب يريد إسقاط الرسول، ماذا كان سيفعل محمد؟ لو قامت ثورة أو ضد الخليفة أبو بكر أو ضد الخليفة عمر أو ضد الخليفة عثمان، ماذا كان سيفعل؟ كان سيقتلهم بالسيف. محمد أنا متأكد كان حيجيب آية قرآنية مثل التي في المائدة 33 وتقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنا متأكد أن محمد كان سيطبق هذه الآية على شعبه كما يفعل القذافي اليوم في شعبه، وكان سيقول بأن هؤلاء الناس إنما يسعون في الأرض فسادا وإنما يحاربون الله ورسوله، لذلك جزاؤهم أن تقطع أيديهم من خلاف ويصلبوا أو ينفوا من الأرض. ولذلك الأزهر حرم المظاهرات التي قامت في مصر. نسمع ماذا قاله شيخ الأزهر. حث فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الشباب المتظاهرين على عدم مواصلة احتجاجاتهم، معتبرا أنها دعوة للفوضى، ودعا فضيلته المتظاهرين إلى الانصراف إلى منازلهم حتى لا تضيع مكاسبهم التي حققوها. وأكد شيخ الأزهر أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل أن تواصل المظاهرات بهذا الشكل تعد حراما شرعا. بالآن وبعدما أعلن السيد الرئيس بالأمس نقل سلطاته كاملة إلى نائبه أنه يعني لا معنى لهذه التظاهرات وتفقد كل مبرراتها المنطقية وأولا الشرعية، وأنا أتحدث باسم الشرع، لأن استمرار هذه المظاهرات بعد كل هذه الضمانات التي قيلت حقيقة هي دعوة إلى الفوضى ومظاهرة من أجل الفوضى. قبل الأمس كان لهم مبرر شرعي، ونحن ربما أنا أول من قلت أن الشباب الذي قتل هناك شهداء وترحمنا عليهم كشهداء، يعني الأزهر أول من قال هذا، ولكن نفس الأزهر الذي قال ذلك وقف مع الشباب قبل ذلك اليوم يقول للشباب لا، اليوم حرام وجودك في المظاهرات، واليوم المظاهرات حرام لأنها تعد خروجا على الدولة وعلى النظام وعلى الناس وعلى الجماهير. إذن الأزهر حرم المظاهرات قبل أن يسقط النظام المصري.
قبل أن يتخلى الرئيس حسني مبارك عن الرئاسة. حرام شرعا، ليس رأيا وإنما حرام شرعا. ولذلك أتساءل، لمن يعود الفضل في هذه الثورات؟ أولا أقول للشباب الواعي، شباب الفيسبوك والتويتر. الشباب له منظور جديد، له ثقافة، يعرف ما يجري في العالم، متواصل مع شباب آخرين في مختلف بقاع العالم، فيفهم حقوقه ومطالبه. ثاني شيء، مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي مثل الفيسبوك والتويتر. مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا لعبت دورا كبيرا في هذه الثورات. لولا هذه المواقع ولولا التكنولوجيا لم تكن ثورة تونس لتنجح، ولم تكن ثورة مصر لتنجح، والآن ثورة ليبيا هي في طريقها إلى النجاح. لولا هذه المواقع ما كانت لتنجح، لأنه هذه المواقع تفضح ما يجري على أرض الواقع. ولذلك اضطرت السلطات المصرية إلى إيقاف الفيسبوك وإيقاف الإنترنت كليا في مرحلة من المراحل، وكذلك فعل النظام الليبي، وكذلك سيفعل الآخرون. الأمر الثالث الذي يعود فيه الفضل في هذه الثورة هو الوحدة. كان هناك وحدة دون دخول في صراعات، وحدة بين المسيحيين والمسلمين، وحدة بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات. لم يكن هناك تمييز كما يفعل الشيوخ، كان هناك وحدة. لكن دعوني أركز على مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، وسأقول المسلمون دائما يسبون ويشتمون وينسبون المؤامرات لليهود، يقولون بل يقولون عنهم أنهم أحفاد القردة والخنازير. دعوني أقول أن هذه الثورات لأحفاد القردة والخنازير فضل فيها على المسلمين. كيف؟ مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك مؤسس مارك زوكربيرج، والتويتر مارك زوكربيرج يهودي من مواليد 1984، هو يهودي. إذن واحد من أحفاد القردة والخنازير كان له فضل على خير أمة أخرجت للناس. بالنسبة للتويتر، واحد من المؤسسين بيز ستون من مواليد 1974، وهو يهودي أيضا. فكيف سيشعر الشيوخ وعلماء المسلمين إن قيل لهم أن من الذين ساهموا في تحرير الشعوب العربية من حكامهم اليوم يهود، لأنهم أسسوا وأعطوا تكنولوجيا للعالم التي بفضلها نجحت هذه الثورات؟ هل أعطى الإسلام أي شيء لهذه الثورات؟ لا، لم يعطي الإسلام أي شيء. هل أفادها في أي شيء؟ لا، بالعكس، هو يقمع الثورات ويحرمها. الشيوخ، وهذه الثلاث عوامل التي ذكرتها، الشيوخ يحتقرون الشباب كله إلا الشباب الإسلامي الملتزم، يعتبرون كل الشباب هو منحل، ليس له أخلاق، لكن يحترمون فقط الشباب الإسلامي. الشيوخ يستخفون من التويتر والفيسبوك والمظاهرات، ويعتبرونها لا تغير من الواقع شيئا، وسأثبت هذا في هذه الحلقة. الشيوخ لا يؤمنون بالوحدة، فالمسلم في نظرهم خير من غير المسلم، خير من المسيحي، خير من الملحد، خير من العلماني، خير منهم كلهم. والمسلم التقي الملتزم خير من الآخرين، المسلم التقي خير من المسلم غير التقي، وهكذا. والمرأة في نظرهم لا ينبغي أن تختلط مع الرجل، والمسلم لا ينبغي أن ينخرط في ما يقوم به الكفار. إذن لو اعتمدنا على الشيوخ وقادة العالم الإسلامي ما كانت لتحصل هذه الثورات، لأنهم لا ينادون بالوحدة، يفرقون بين الرجال والنساء، بين الشابات والشبان، بين المسيحي والمسلم، بين المسلم التقي والمسلم غير التقي. ولذلك أنا أرى أن نستمع ونرى ما يقوله الشيخ حسان، لنلاحظ كيف تغير في لحظة من اللحظات. سيمدح الرئيس، مدحه في مواقف كثيرة، وفي لحظة من اللحظات سيتكلم ضد المظاهرات، وسيسمح لشيخ على قناته
في أن يحرم المظاهرات ثم بعد ذلك يغير موقفه ويمدح الشباب الذي قام بهذه الثورة رغم أنه لا يؤمن بها. لنشاهد. وأثمن دور مصر وأحيي لله كلمات الرئيس مبارك، والله لله فلن تخرج أمتنا من أزمة الفقر هذه بالفهلوة ولا بالإضرابات المخربة التي تسفك فيها الدماء والتي تتحطم فيها المحال والسيارات. لن يرفع الفقر بمثل هذا، وأعداؤنا يريدون لبلدنا أن تتحول إلى فوضى، والله لو تحولت مصر إلى فوضى لن يأمن واحد منا على نفسه أو على ولده أو على ابنته. ولتتعلم الأمة مما يدور حولها من واقع مر أليم في العراق أو في أي مكان، فلا نريد أبدا أن نمنح فرصة لأعداء هذا البلد. الإضرابات لن توسع الرزق. مهما نكتب منشطات في الجرائد وفي الصحف، ومهما نطلع في مظاهرات ونحرق الأعلام والماكتات، لن نغير الواقع بهذا. فلتصرخ الأمة، ولتهتف الأمة بحناجر ملتهبة، ولتكتب المنشطات. لن نقنع العالم إلا بعمل، إلا بواقع. ما حكم المظاهرات وماذا نستفيد منها؟ جزاكم الله خيرا. أنا تكلمت قبل ذلك في المظاهرات بالتفصيل لو تذكرون، وربما يكون قد يعني ناقش في حكمي أو في جوابي بعض طلابنا، لازلت أذكر ذلك. وأنا أقول إخواننا ينبغي أن نفرق بين المظاهرات كوسيلة تعبير وبين المظاهرات كمنهج تغيير. واضحة؟ مظاهرة كوسيلة من وسائل التعبير بضوابط، بضوابط لا يكون فيها اختلاط فاضح بين الرجال والنساء إلى حد الالتصاق، لا يكون فيها تهريج ولا تخريب. دائما نرجع في كل أمورنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر في هذا المقام بأن بعض الدول المسلمة يعزم القوم فيها على إحداث إضرابات، وأقول وبالله تعالى التوفيق أنصح ألا يشارك المسلمون في هذه الإضرابات، أولا لأنها لم ترد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن فيها من المفاسد شيء كبير جدا، ثالثا أن منظم هذه الإضرابات لا تدرى هويتهم، ولا ينبغي أن يستقى الأمر ولا النهي إلا من ولاة الأمر وأيضا من أهل العلم الراسخين الذين يعلمون بالمفاسد وبالمصالح. فلا أنصح أبدا في المشاركة في الإضرابات. أما مشاركة المسلم العاقل الرزين في شيء ينظمه أقوام لا خلاق لهم ولا تعرف لهم هوية وليس منشأهم بديني، فلا أنصح أبدا بالمشاركة في الإضرابات ولا بالمشاركة في المظاهرات لما تحمل هذه الإضرابات من شرور عظيمة والمظاهرات من مفاسد عظيمة والاختلاط الحابل فيها بالنابل. ولم نجد الناس أيضا أقاموا مظاهرة لإقامة دينهم، ولكن أقاموا مظاهرات للقمة عيش، فهناك علاج للقمة العيش من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فلا أنصح ثم لا أنصح ثم لا أنصح في المشاركة في الإضرابات ولا في المظاهرات، ولا تسلم زمامك لأحد، وما لك إلا رأس مال نفس واحدة فأنفقها فيما يرضي الله. الرسالة الأولى لشبابنا، لشباب مصر الأبي التقي الزكي، الشباب الطاهر الذي يوجد الآن على الأرض، الذي يوجد في المدينة العامة في جميع المحافظات، الشباب الذي سطر بدمائه الزاكية هذه الملحمة وهذا العمل العظيم، أوجه له رسالة من قلب ميدان التحرير، من قلب الحدث، وأقول لهم أيها الأطهار، أيها الأخيار، أيها الأبرار، بلدكم هي مصر، احذروا
احذروا أولئك المندسين الذين اندسوا في الصفوف لقطف ثمرة هذا العمل المبارك الكريم، احذروا أولئك اللصوص الذين يريدون أن يتسلقوا على دمائكم ويتسلقوا على عملكم المبارك. والله ما خرجت وما أتيت إلى ميدان التحرير لأكون معكم إلا لأبلغكم هذه الرسالة. أنا لا أتهم شبابنا في الميدان ولا أتهم شبابنا في كل المحافظات، هذا الشباب الطاهر، هذا الشباب الذي ما خرج إلا ليعبر عن حقوق عادلة مشروعة. سبحان الله، سبحان مغير القلوب. الشيخ حسان على قناته سمح للشيخ مصطفى العدوي أن يحرم المظاهرة، حرام شرعا، لأن فيها اختلاط بين الشابات والشبان، بين الرجال والنساء، وهذا حرام شرعا في الإسلام، حرام لأنها بدعة. فالمظاهرات حرام عند الشيوخ، عند كل الشيوخ السلفيين الذين يتبعون السنة ويتبعون ما قاله محمد بالحرف، لأنها بدعة جاء بها الغرب الكافر، لم يأتي بها الرسول، ليست سنة سنها الرسول ولا سنها الخلفاء ولا التابعون، ولأن فيها محرمات، اختلاط، أغاني، سفور، شعارات، مطالب غير إسلامية. ولذلك، لكن سبحان الله الشيخ حسان تغير لما رأى أن المظاهرات نجحت، كان يؤمن أن المظاهرات لا تقيم تغييرا ولا تقوم بأي تغيير في المجتمع، المظاهرات لا تنفع للتغيير بل هي فقط وسيلة للتعبير. لكن عندما رآها نجحت صار الشباب طاهرا ونقيا وأبيا، رغم أنه بيرتكب المحرمات في ميدان التحرير اللي هي الاختلاط. إذن وجهين، الشيخ محمد حسان كان ينافق. نرى الشيخ الزغبي على موقعه وبتاريخ 15 يناير 2011، موقع الشيخ الزغبي، المقال اسمه بيان هام لأمة الإسلام، يقول: وأشهد وأشهد الله أنني قلت بالحرف الواحد أن السلفيين لم يخرجوا في أي مظاهرات لأنهم يرون عدم جوازها، للتالي: أولا، يختلط فيها الحابل بالنابل والصالح بالطالح، ثانيا، اختلاط الرجال بالنساء، ثالثا، ما يحدث فيها من فساد، رابعا، أنها من فعل الفرق الضالة، يعني هي ليست من فعل الأمة الإسلامية ولم تقم بها الأمة الإسلامية في تاريخها. لاحظوا معايا شيء مهم، أن الناس مهتمة بتغيير النظام كله، بتغيير يشتكون من الفقر، من الظلم، من انعدام العدل، لكن الشيوخ مركزين على اختلاط الرجال بالنساء. شوف الناس تفكر في ماذا بالضبط، وشوف الشيوخ يفكرون في أمور تانية ليس لها أي قيمة في نظري، لكن رؤوسهم وعقولهم مملوءة بهذه الأمور. سنرى مجموعة من الشيوخ يحرمون المظاهرات تحريما مطلقا ويعطون الأسباب على ألسنتهم، لنشاهد. سماحة الشيخ، أرجع لبعض فتاويكم. لسماحتكم فتوى معروفة في تحريم المظاهرات، وثمت من يرى أنها سائغة ومن باب المصالح المرسلة، فهل لازلتم على قولكم بالتحريم أم أن الأمر يخضع للمصالح المرسلة أم بحسب كل دولة؟ أما رأيي الشخصي والذي أعتقده، أن هذه المظاهرات لا تخدم هدفا ولا تحقق هدفا ولا تخدم الأمة، إنما هي فوضويات وصراخ وعويل، وقد يصحبها تخريب وتدمير مما لا يفيد. الواجب علينا أن نهتم بتأصيل المعتقد السلفي في النفوس، وتأصيل الخير في النفوس، ودعوة الخناس الخير، وإصلاح الأوضاع بالخير من خلال الدعوة الصادقة والنصيحة الهادفة. أما هذه الفوضويات فما أراها تخدم هدف أبدا. أخونا فريد يتكلم عن المسيرات والمظاهرات وحكمها يا شيخ. يعني أخي الكريم، أنا أظن فتوى سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز الشيخ مفتي عام المملكة، هو يتحدث عن حكم المظاهرات والمسيرات في السعودية هنا، لأن الدولة عندنا تمنع هذه المسيرات والمظاهرات والتجمعات. نعم. وفعلا يعني ما دام النظام في أي بلد إسلامي أو غير إسلامي، في أي بلد في العالم، إذا كان النظام يمنع من هذه المسيرات والمظاهرات،
فإنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر والافتيات عليه، بحيث تحصل يعني يترتب على هذا من الظلم والفساد والشر والمنكرات ما هو أبغض إلى الله عز وجل من السكوت عن هذا بهذه الطريقة. طيب. ولذلك أرى أن المظاهرات حقيقة من أفضل وسائل التعبير الآن والمطالبة بالحقوق على مستوى العالم، وهذا شيء تعرف عليه أكثر دول العالم. فأرى أنها جائزة ومشروعة بشرطين. الشرط الأول أن يكون نظام البلد الذي تقام في المظاهرة يسمح بهذا. طيب. فإن كان لا يسمح فلا يجوز. طيب. الشرط الثاني أن تكون مظاهرات سلمية. فعلا لا يترتب عليها إيذاء أو ظلم أو تكسير أو قتل للآخرين أو ما أشبه ذلك. فإذا توفر هذا الشرطان فلا أرى بها بأسا، بل هي حقيقة من أكبر وسائل التعبير حسب العادات والعرف المعاصر الآن في أكثر دول العالم. جميل. يقول ما حكم المظاهرات وهل يجوز للنساء أن تشارك فيها؟ المظاهرات غير مشروعة أبدا، لا ينبغي، هذه مخالفة، وهي من البدع المحدثة اليوم المظاهرات وما فيها من الفساد العظيم الذي يحدث مشاركة الرجال بالنساء، أن بعض المتظاهرين أحيانا قد كلام قبيح منهم أو أحيانا يخربون ممتلكات الناس من سيارات أو محلات أو غير ذلك من الأمور. هذا غير قضية المظاهرات إذا كانت على الحاكم المسلم، بعد هذا أيضا يعني لا تجوز، محرمة، خاصة أن فيها يعني يشارك يعني هواء عوام من الناس وهوامهم يعني في أمثال هذه المظاهرات. فإذا كانت مشاركة الرجال مع النساء فيها فهذا أشد تحريما والعياذ بالله. وإذا أضفنا إلى ذلك أن حتى حكومات هذه عندما تقوم مثل هذه المظاهرة قد يدخلون بينهم إيش بعض المشاغبين ليفسدوا عليهم ذلك، أو يعطوا الشرطة أو الحكومة فرصة أن تضربهم إذا كسروا أو شيء وكذا، يقول أفسدوا فيضربونهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقوم بمظاهرات في زمنه على كفار قريش وكذا، لكن لم يفعل شيئا من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وطالما أن الأمر كان متيسرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فدل هذا على أنه غير مشروع، فهذه المظاهرات غير مشروعة، المظاهرات والاعتصامات وهذه كلها غير مشروعة. ننظر في حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، هل قام في يوم ما بمظاهرة؟ أبدا. هل قام أصحاب النبي بيوما بمظاهرة سواء خالفوا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا في حكمه؟ حتى بعد عثمان وبعد علي وأيام الدولة الأموية وأيام الدولة العباسية ما كانت تقوم هذه المظاهرة، مع أن كانوا يخالفون الحكام في بعض الأمور وكذا، لكن لا يقوم بالمظاهرة. لماذا؟ لأن الأصل في مناصحة الحكام أن تكون بالسر وأن تكون بالحسنة لا بهذه المظاهرات. فهذه المظاهرات يعني استخدمها أصحابنا من الغرب الكافر، لا يعلمون طريقة مناصحة الحكام وطريقة إيصال الخير إليهم أو إيصال كلمة الحق لهم ونصحهم بالطريقة المثلى. نعم قد يقول البعض إن لها بعض المحاسن، أنا لا ننكر هذا الشيء، إن لها بعض المحاسن وتؤثر وقد يستجيب بعض الحكام لهذا، لكن نقول الأصل أنه لابد أن تكون طريقة شرعية. إذن المظاهرات بإجماع كل الشيوخ الذين عرضتهم لحد الآن يجمعون على أن المظاهرات حرام. لماذا؟ لأنها أولا لم يقم بها الرسول ولا الصحابة ولا التابعون، إذن هي بدعة مستوردة من الغرب الكافر، ونحن أو كما يقول الشيوخ نحن كمسلمين ينبغي لا نقلد الكفار، ينبغي أن نخالفهم. لم تكن المظاهرات في عهد الرسول، لم يقم بها أصحاب النبي. سؤاله الواضح الجلي، هل كان الفيسبوك والتويتر أيام الرسول حتى يقوموا بمظاهرات؟ يعني في هناك غباء حتى في الفتوى الإسلامية. وأحلى شرط هو إذا كان النظام لا يمنع المظاهرات لا تجوز. طبعا أي نظام في العالم خصوصا عالمنا العربي لن يسمح بالمظاهرات التي تنادي بإسقاطه، فإذا هو شرط مضحك جدا لا وجود له إلا في عرف الشيوخ. شيء آخر، أن الإسلام يحرم الخروج على الحاكم. خليني أذكر هنا بسؤال SMS وسؤال إيميل الذي أتمنى أن نجيب عليه بالأدلة. في الاسمس ليس هناك أدلة، واحد أو اثنين، لكن في الإيميل ممكن تبعثوا الأدلة.
السؤال هو هل يؤيد الإسلام الثورات الشعبية؟ هل يؤيد الإسلام؟ هل هناك أي دليل على أن الإسلام يؤيد الثورة على الحاكم المسلم؟ أقول الخروج على الحكام، قال في فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب الفتن: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسق ظالمين. يعني بصريح العبارة إلا أن ينكر الرئيس أو الملك أو المسؤول على البلد أن ينكر واحدة من قواعد الإسلام لا يجوز خلعه من النظام، حرام. إلا أن ينكر يصير مثلا يرتد عن الإسلام أو ينكر واحدة من أركان الإسلام أو هكذا، لا يمكن خلع الرئيس حتى لو كانوا فسق ظالمين، حتى لو كان الحاكم فاسقا وظالما لا يجوز في الإسلام، حرام. هذا بإجماع علماء الإسلام. نأتي إلى حديث يؤكد هذا الأمر وهو موجود في صحيح مسلم كتاب الإمارة عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني سيكون هناك أناس لا يطبقون الشريعة، لا يطبقون سنة محمد ولا هديه، ولهم قلوب الشياطين لكن أجسدة أناس أو إنس. قال: قلت كيف أصنع؟ يعني حذيفة يتساءل كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع. دعوني أقول الآن، الحاكم المسلم معمر القذافي والحاكم المسلم حسني مبارك والحاكم المسلم زين العابدين بن علي، حرام عليكم يا مصريين ويا تونسيين ويا ليبيين أن تخلعوهم في الإسلام، حرام. حتى وإن ضرب ظهرك وحتى وإن أخذ مالك حرام أن تخلعه من الحكم لأنه مسلم، حتى لو خالف سنة محمد، حتى لو خالف هديه، حتى لو كان فاسقا وظالما، هذا في الإسلام. حتى وإن ضرب ظهرك، اعتدى عليك، أخذ حقوقك، لا يوجد في الإسلام أي مبرر لخلعه. شيء آخر في صحيح البخاري أيضا: الخارج على السلطان يموت ميتة جاهلية. عن ابن عباس عن النبي قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. اصبروا يا مصريين، يتوانسى يا ليبيين، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. يعني لو تمرد أي شخص عن السلطان أو على السلطان فإنه يموت ميتة جاهلية. تأكيد الحديث الذي ذكرت عن ابن عباس أيضا عن رسول الله قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. إذن الإسلام يحرم تحريما قاطعا خلع الحكام من مناصبهم أو إسقاط الأنظمة الإسلامية حتى لو كانوا فسق ظالمين. سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا مثل القذافي اليوم، فما تأمرنا؟ ماذا تقول يا محمد؟ فأعرض عنه، يعني لم يجبه. ثم سأله فأعرض عنه، لم يجبه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتكم، ما حملتم، ليس لك دعوة به، حتى وإن أخذ حقك عليك السمع والطاعة فقط. هذا هو أمر الإسلام للمسلمين، الخنوع، الذل، لا يتكلمون عن حقوقهم. ولذلك وجدنا الشيوخ مرتبكين
في الثورات التي قامت لا يقدمون ولا يؤخرون، لأنها تتجاوز الشيوخ، تتجاوز الإسلام، تتجاوز تعاليم الإسلام. ولذلك حرم الأزهر المظاهرات، حرم الشيوخ المظاهرات، وحتى الذين أيدوا الشباب كانوا مجرد منافقين. النهي عن خلع السلطان عن عوف بن مالك عن رسول الله قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ممتاز، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، هؤلاء أئمة خيار، اتفقنا. وشرار أئمتكم يعني أشر الرؤساء أو الأئمة أو أمراء الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، يعني ألا نحاربهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم، يعني ما داموا مسلمين لا، لا يجوز، لا يجوز خلع الحاكم إلا أن يصير غير مسلم كافر. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. طيعوا، لا تنزعوا يدا من طاعة، يعني أطيعوا الحكام مهما فعلوا إلا إذا صاروا غير مسلمين فقط، هذا هو الشرط الوحيد. حتى لو حكم الحاكم وأتى معصية، نعم الإسلام يقول حتى لو عصى، حتى لو خالف، حتى لو ارتكب المعاصي. خيار أئمتكم، نفس المرجع السابق اللي هو صحيح مسلم كتاب الإمارة، نفس المرجع السابق، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني اكره المعاصي اللي يعملها الأمير، اكره ما يفعله القذافي، اكره ما يفعله زين العابدين بن علي، اكره ما يفعله حسني مبارك، لكن لا تخلعوهم من النظام، اتركوهم في الحكم، حتى الشرط الوحيد أن يكونوا كفارا. شرح الحديث السابق يقول النووي على شرح صحيح مسلم، أو شرح النووي على صحيح مسلم عفوا، يقول: ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغير شيئا من قواعد الإسلام. يعني لو كان الحاكم ظالما أو فاسقا مثل القذافي، لا يجوز لكم يا مسلمين أن تخلعوه بحسب الإسلام إلا أن يغير شيئا من قواعد الإسلام. إذن نحن أمام مشكلة كبيرة جدا. إذن ثورة تونس حرام، ثورة مصر حرام، ثورة ليبيا الآن حرام بحكم الشرع الإسلامي، لكن المسلمين لا يعلمون هذا الأمر، لا يعلمون أن الإسلام أمر بالخضوع والخنوع، وأن الرؤساء لا ينفذون في الحقيقة إلا قول الإسلام، لا يستعبدون الشعوب إلا بأمر الإسلام، لأنه لم تقم ثورة في التاريخ الإسلامي بأمر من نص إسلامي. كل الثورات التي قامت إلا بتكفير الحاكم فقط، أما ظلمه لشعبه واعتداءه على الشعب فهذا لا يجوز فيه في هذه الحالة خلع الحاكم. ولذلك وجدت في صفحة الشيخ الزغبي، موقع الشيخ الزغبي، بيان للشعب ومناشدة الرئيس، يقول: وأقول للرئيس: أرجوك أن تتنحى عن الرئاسة أو استجب لمطالب الناس المشروعة وعلى رأسها تطبيق الشريعة الإسلامية. رغم أن الناس لم يطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية، لكن الشيخ الزغبي كعادته يقول ما لا يقوله الآخرون. لكن على العموم، المهم في هذا الأمر أنه قال: وحاش لله أن أكون من الخوارج، يعني أنا لا أطالب بإسقاط الحكم، حاش لله أن أكون من الخوارج أو من الداعين إلى الخروج على الحكام، لكني أقول لك من باب النصيحة فقط، أنا أنصحك، إن أردت اترك الحكم، إن لم ترد ابقى في الحكم. الشيوخ السلفيون يفهمون الإسلام، يعرفون ما يقولون، لا يريد أن يعد من الخوارج الذين يخرجون على الحكام. هو يقول: هذه نصيحة لمبارك، أنا لا أقول أسقط النظام، لكن هذه نصيحة للنظام. فإذا كل الشيوخ اتفقوا على أن الخروج على الحاكم حرام. سأؤكد كلامي،
قبل أن أؤكد الكلام أقول للمشاهدين أنه بعد هذا الفيديو سأبدأ في أخذ المكالمات، فشكرا لصبركم معي في هذه الحلقة، وأذكر بسؤال الاس ام اس الذي هو: هل يؤيد الإسلام الثورات الشعبية؟ بعتوا 1 لنعم، 2 للا، وأيضا شاركوني بالإيميل. أترككم مع هذه الفيديوهات التي تؤكد نفس الكلام الذي قلت. ألا إنها خيانة لله، خيانة لرسول الله، خيانة للإسلام العظيم. والمجاهدون مجاهدوا الكيبورد، مجاهدوا لوحة المفاتيح، من الذين يسهرون إلى السحر الأعلى، يجعلون نفاياتهم وفضلاتهم في الشبكة العنكبوتية، يثيرون الناس ويحرضونهم على الفتنة من كل طريق. أولئك الذين ينادون بالخروج، ألا تعلموا أن الخروج على الحاكم لا يكون جائزا في دين الله رب العالمين، ولا على النظام فيكون جائزا في شرع محمد الأمين، إلا إذا رأى القوم كفرا بواحا لهم وعندهم عليه من الله برهان. فلا بد أن يجدوا الكفر وأن يكون بواحا وأن يكون عندهم عليه من الله رب العالمين برهان. وحتى لو كان ذلك كذلك، فإن العلماء حكموا المسألة فقالوا: لا يجوز أبدا أن يخرج على النظام ولا على الحاكم ولا على الحكومة. وأما هذه المحارشات فليست من دين الله رب العالمين في شيء، لأن الخروج بالاعتصامات وبالمظاهرات وبالعصيان المدني، كل ذلك من ألوان الخروج على الحاكم، والخروج على الحاكم لا يجوز. متى يكون الخروج على الحاكم؟ متى يكون؟ هل الغلاء؟ هل ضيق العيش؟ هل التعذيب؟ هل هتك الأعراب؟ الشرع أوقف الحد بالنسبة للحاكم، وإن كان من أظلم الظلمة. ووالله الذي لا إله غيره لا أقول هذا دفاعا عنه أو عن غيره، إنما أقول هذا لديني ولدين كل مسلم. الحاكم عقاب الأمة، إن فسد الناس سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. أما الحاكم الفاسق أو العاصي فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الخروج عليه إذا كان مسلما. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، وهذا ظلم. وقال صلى الله عليه وسلم يعني عن الحاكم الفاسق، قال: يأتي عليكم أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، لين تعرفون منهم وتنكرون. واضح أنه يعني انحراف. فقال: ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فطالما أنه بقي مسلما لا يجوز الخروج عليه، وإنما ينصح ويذكر بالله ويدعى له بظهر الغيب إن الله يهديه سبحانه وتعالى، فلا يجوز الخروج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له، قال: عليك السمع على المسلم السمع والطاعة، نعم، وإن ضرب ظهره وأخذ ماله. قالوا: إذا تولى ولاة يطلبون منا ولا يعطوننا حقنا، قال: أدوا ما عليكم واسألوا الله الذي لكم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في العواقب؟ حاشا. العلماء لا يمنعون النصيحة، لكنهم يمنعون الشيء الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم عليه. المنابذة المقصودة في الحديث إنما هي المواقفة والمصارعة. قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله السلطان. ليس السلطان يأخذه الإنسان من هواه، لا، أو من اتفاق مجموعة من الناس، أو من إثارة من لهم طمع في ما قد ينتج عن هذه المظاهرات. إذن أنا لم أقل أي شيء مخالف لما يقول الإسلام، والشيوخ أكدوا هذا الأمر بكل وضوح. أخذ أول مكالمة من الأخ كمال من أستراليا. أهلا بك.
صباح الخير او مساء الخير يا اخي رشيد. صباح النور ومساء تفضل. اول حاجه لاحظتها ان الشيوخ كانوا في مصر كانوا خايفين من الثوره فكانوا بيستعملوا التهديدات. نعم. بعد كده برضو خافوا لما الثوره او المظاهرات نجحت. نعم. ابتدوا يرادوا الشعب نفسه تاني. وبعدين أنا برضو بشوفه في الشيوخ هي في السعودية أصلاً الجماعة دي الكلوب نفس الحكاية بيستعملوا الأقوال دي لأنهم خايفين على وظائفهم وعلى مراكزهم. لا. هو لازم يستعملوا حاجة علشان يحمي نفسهم. لكن حتى هو من غير الشيوخ حتى النصوص الإسلامية تؤكد هذا الأمر. يعني الشيوخ لم يأتوا بشيء من عندهم، هم ارتكزوا أو ركزوا أو استمدوا أقوالهم من نصوص. طيب ما انا معاك، ما هو ده مظبوط، ما انا استعمل النصوص اللي هي بتخوف علشان افضل في مكان. صح. فهل في نظرك انه الاسلام يؤيد الديمقراطيه في اي شيء في تاريخه او في نصوصه؟ لا. طبعا لا، اذا كان في شيء ازاي يبقى في ديمقراطيه؟ نعم. بعدين في كمان مدخل ثاني سمحت يا اخي رشيد، لولا المنح اللي كان بيأديها الغرب للشعب والشباب. سوري حضرتك بتتكلم. نعم تفضل لا انا سامعك تفضل. لولا المنح اللي كان بيديها الغرب للشباب في الدول دي علشان يخرجوا يدرسوا هناك وياخدوا دكتوراه وياخدوا يبقوا علماء، كان احسن واحد في هذه البلاد كان يكون عنده الشهاده الثانويه العامه بس. صح. يعني يعني الانفتاح، هل قصدك ان الانفتاح على الغرب ومقارنه احوالنا باحوالهم خلى الشباب يشعروا بضروره التغيير؟ لازم. والجميل في الموضوع ده ان الشباب ما كانش خايف وكان بيسمع شيوخ وما كانش هم. نعم صح، كلامك صح. طيب اشكرك اخي كمان، اشكرك ربنا يكون معك دايما. الله يخليك، اشكرك. ناخذ الاخ بيتر من الولايات المتحده، اهلا بك. سلام ومحبه اخ رشيد. سلام ونعمه، تفضل. انا الحقيقه مداخلتي انا محتاج لدقيقتين تفضل اذا سمحت لي، هم يعني خارجه عن الموضوع شويه، يوم متصله. نعم. بس خارج إذا كان ممكن يعني. تفضل. الجدل دلوقتي ماشي في مصر. نعم. على تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. أنا متأكد إن ما حدش يعرف حاجة يعني إيه هي الشريعة الإسلامية. نعم. مش من اللقباط، من المسلمين نفسهم، بل من يمكن الوهابيين نفسهم. أو مجرد هو شيء زي ما قالوا الإسلام مش عارف إيه. نعم. فأنا بشبهها إن زي ما يقولوا الإسلام والطريقة كذا، وبعدين حصل إن بنجاح كبير جدا قناة الحياة وأخيرا قنوات تانية كتيرة وبفضلك. العفو. حصل اتغيرت المفهوم. نعم. وآلاف من ما كانش ملايين تركوا الإسلام. نعم. فما كانش للمسيحية والملاحظ أنه بغض النظر عن تأثير قناة الحياة، هو تأثير الإعلام بصفة عامة سواء بالإنترنت سواء القنوات الدينية مثل قناة الحياة سواء القنوات الثانية التي تنقل يعني أشياء أخرى من الغرب وتقارن وتحلل إلى آخره، حصل نوع من ترك الإسلام على جنب. أيوة. شفناه في المظاهرات. نعم تفضل. ليا رجاء بقى. نعم تفضل. يا ريت حضرتك والأخ مجدي كامل. مجدي خليل. نعم. والأخ وحيد. نعم. وباقي القنوات التانية يدرسونا إيه هي الشريعة الغراء، يعني لا مؤاخذة لما أقول الغراء يعني هي. نعم. ويفصصوا لنا. فأنا متأكد إن حتى الإخوان المسلمين لما هيسمعوا الكلام ده هيتهزوا، وهم اللي هيطالبوا بإلغاء الشريعة الإسلامية.
أشكرك. أنا أتذكر عمري أخ بيتر، حتى موضوعنا اليوم يصب في نفس الإطار، اللي هو لو كانت الشريعة الإسلامية تنادي بالديمقراطية لم نكن نسمع بنصوص مثل أنك ينبغي أن تخضع للحاكم حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا لا يمت للديمقراطية بأي شيء. الإسلام نظام تيوقراطي، يعني الله هو الذي في يديه القوة، هو الذي يعين الحاكم، وأي مخالف له هو ضد الله. لا، أنا أقصد تقررنا اللي فيها مذاهب. ألو، أنا سامع، تفضل. فيها مذاهب الحنفية والشافعية والبتاع، وأنا متأكد، أنا فاكر أنا فوق 70 دلوقتي، قريت كتاب من زمان عن الشريعة والعلاقة بين الرجال وأنفسهم. نعم. قريت حاجة يندى لا جبين. نعم. وطبعا فيها حاجة في ملكات اليمين ده في الشريعة. أنا أعدك بأن الحلقة الجاية ستكون حول خصوصا المادة الثانية من الدستور وعلاقتها بتطبيق الإسلام في مصر، وسنناقش هذا الأمر بتفصيل. أشكرك أخي بيتر. نأخذ مكالمة من الأخ جورج من كندا، تفضل. سلام الرب يسوع معك يا أخي. سلام المسيح معك، تفضل. أنا بدي أجاوب على السؤال اللي قلت فيه، هل يسمح الإسلام بالثورات؟ طبعا لا، لأنه شيء طبيعي جدا. الإسلام ليس له حرية الرأي. نعم. وهذا أول الأشياء. طبعا تبدأ بشغلات بسيطة جدا، واللي هي كارتدادك عن الدين. اللي حاولت أراه وأشوفه بين الخضوع للسلاطين يا أخ رشيد. نعم. الخضوع للسلاطين في المسيحية هو بسلام، هو بمحبة، هو بتسامح. نعم. أن نطالب بحقوقنا. نعم. وهذا عفوا تفضل، أنا سامع. يا وبالنسبة للإسلام، هو طبعا يختلف تماما. أنه الخضوع للسلاطين هو خضوع إجباري، خضوع إذا لم تخضع تقتل، كما الارتداد من الديانة. لأنه بداية الإسلام مع الأسف الشديد من البداية إلى النهاية بدأت بالرعب والخوف. نعم. وبدأت من اليوم عندما أنظر إلى السلطات الإسلامية عامة في كل الدول، أجد الرئيس، ولكن ما هو وراء الرئيس هم الشيوخ. نعم. لأن الكلمة تنطلق من المساجد اليوم، خصوصا مثلا إيران، النظام الإيراني. برافو عليك يا أخ رشيد. مثال بسيط جدا، لأنه يخافون من أي ثورة، لأنه الثورة هي توضيح الأشياء ونقد الأشياء، وإذا انتقدت الأشياء، لأن الإسلام لا يبنى على المنطق، المنطق منه قد أخذ تماما. نعم. أنه دائما بالغموض والخضوع الإسلام لا يعترف بالحكم في يد الشعب. ما معنى لا يوجد شيء في الإسلام أنه الحكم بيد الشعب أو القوة بيد الشعب؟ الإسلام في الحكم من الله، حاكمية الله. حتى الجماعات الإسلامية بتنادي بالحاكمية، أن الله يحكم. برافو عليك، أنت ذكرتني بكلمة كمان بدي أقولها، كنت جايلة، أنه الإسلام، نحن الديانات المتمثلة بالسلطة الدينية التي هي القسوس والذين في الكنائس، لا يجبرون أبدا، يقولون في الكتاب، وتبقى الارتداد إلينا أن نفعل أو لا نفعل. أما في الإسلام، إنهم لا يمثلون فقط الله، وإنما يلعبون وكأنهم الله نفسهم. صح. الله نفسهم، لأنهم تسمع كل وقت يأتون بفتوى وبأشياء حتى لم توجد حتى في القرآن يا أخ رشيد. نعم. يلغون الأسماء التي كانت لله، ويأتون بفتوات ما هب ودب، ما يقابل حتى لا يكون حتى هناك، ليس فقط مظاهرات، أنه حتى ما يكون في انتقاد كبير من الإسلام، حتى ما يكون مثل ما يقول ثورة دينية ضد، عرفت علي؟ حتى يقابلوا.
نعم. لا تدخل المسجد وانت سكران، حتى كانت من الايام النبي محمد، لانه قابل وجلب كل الدعوات اللي جلب بانه يشاركن ولو حتى ابقى كما انت، بس تعال خي، بس تعال، انه يجلبهم. العدد هو اللي المهم وليس الكميه. عرفت علي يا اخ رشيد؟ اشكرك أنا اخي، انا اشكرك، أنا بشكرك جدا على البرنامج تبعك، والرب يوفقك والى الامام اخ رشيد. أشكرك. شكرا. ناخذ الاخ ابو محمد من الكويت، اهلا بك. السلام عليكم. اهلا اهلا اخي ابو محمد، تفضل. شلونك؟ ان شاء الله طيب. اشكرك اخوي رشيد على هذا العمل الجيد، وانك يعني فعلا مجهود قوي قمت بهذا العمل. الله يخليك. انك اكتشفت المنافقين والمنافقين هذولي، انت بينت للعالم ان المشايخ هذول المنافقين غير صادقين. نعم. هذول غير صادقين باقوالهم ولا بافعالهم. لما ليش الانسان لما يكون منافق دائما هذا اسلوبه. نعم. لما كلمه الحق ما يتكلمها، ولا علموا الناس، ما علموا الناس على الحق وش اسمه والعداله وبراءه محاربه الظالم ونصر المظلوم. لا. ما علموا الناس على محاربة الربا، كانوا يعلمون من شنو الصلاة والصوم ذكي. أنا اللي عندي سؤال أخوي، أول شيء أنا بسألك وبناس إخواني اللي كانوا في ميدان التحرير، حذاري حذاري حذاري، يحذرون من شفان القرباوي وأتباع المجرمين هذول، البشر بالساحة يبون يطردون المجاهدين اللي قاموا حرروا مصر، ينتبهون يدوسون على حقوق الناس هذه، فلينتبهون اللي قاموا بالمظاهرات هذه، إن كانوا بتونس أو بالجزائر أو بمصر أو أي دولة. نعم. من دول العالم. كلامك أخي أبو محمد، أخي أبو محمد كلامك صحيح. لم نرى الشيوخ يخرجون للمظاهرات ولا لميدان التحرير ويقدمون أنفسهم يعني ليستشهدوا كما يقولون، أو ليموتوا في سبيل تحرير الناس من الطغيان والظلم، فقط كانوا يظهرون على الفضائيات، يذهبون الميدان فقط للظهور على الفضائيات حتى يظهروا للناس نحن جزء من هذه الثورة. في الحقيقة هم بعيدون عن هذه الثورة، والإسلام لا يؤيد الخروج على الحاكم ولا المظاهرات، كما قلت أخي أبو محمد أنهم مجرد أناس منافقين. ممكن أكمل؟ نعم تفضل. ممكن أكمل إذا تكرم؟ تفضل. أخوي إذا تكرم، مثلا هذول لو مثلا نسوي إحصائية، لو نسوي إحصائية كم عدد زوجات علماء الدين والمشايخ اللي موجودين، تلقاهم على ثلاث وأربع ماخذين. نعم. شوف شلون يعني تصرفاتهم في العالم. ولما طالحوا مثلا المسلمين بيان عثمان قاموا عليه واقتلوه، ليش؟ لما كان يدبر فلوس المسلمين لمعاوية، يأسس معاوية، يثبت معاوية الأمويين شو يسمونهم. أيوة. على المسلمين كان يدفع مثل اليوم خامنئي وأتباعه يدفعوا. أخي أبو محمد، فكرتك وصلت وأشكرك على هذه المداخلة. خليني أخذ مكالمة أخرى من أخي عبد المسيح من الولايات المتحدة، أهلا بك. سلام المسيح يا أخي رشيد، بركة كبيرة أن أكلمك. سلام المسيح، بركة، أشكرك، تفضل. الشباب المصري عموما خاصة والعربي عموما رفض الإسلام، رفض الشيوخ ورسالتهم التي تقايد المخ، يعني هم سمعوا وعوا رسائل رضا الكبير وقول البعير ورفضوها، ورفض الخوف أيضا. نعم. كان تمردنا في المقام الأول هو على الفساد والظلم، أو في المقام الثاني تمرد على الإسلام ورسالته وفتواه بطريقة غير مباشرة. صح. والشباب اللي زي طالبة بإسقاط الرئيس وإسقاط النظام يرفض تماما وبشدة إسقاط الذباب في كوباية الشاي يا أخي رشيد. يعني بغض النظر هذه جزئيات، يعني لو أخذنا رضاع الكبير ومسألة الدباب ومسألة بول البعير، هذه جزئيات لا أعتقد هي اللي غيرت فكرة الشباب، لكن في أمور عامة أكبر. أنا أعتقد أنه تفريق الإسلام ما بين المسلم والمسيحي وجعل هذا كافر وهذا غير كافر،
بين الرجل والمرأة، حتى أن الشيوخ مهتمين بمسألة الاختلاط في المظاهرات، وكأنه ينبغي أن نعمل مظاهرة للرجال في اليمين ومظاهرة للنساء في الشمال، ونحط حائط عازل بين الاثنين اللي يسقطوا الرئيس. يعني أشياء آسف للتعبير غبية، يعني التفريق ما بين الرجل والمرأة، التفريق ما بين المسلم وغير المسلم، كل هذه الأمور تجاوزها الشباب ورموا بها لعرض الحائط. وكان واضح جدا الكلام ده هو بعد حادثة كنيسة القديسين، أن الشباب المسلم الواعي المتفتح الشريف وقف جنب المسيحيين مرفضة هذا العمل الإجرامي، وعملوا دروع بشرية لكي يحموا خدم المسيحيين في الصلوات. صح. ألف شكر، ربنا يباركك. أشكرك أشكرك. خلينا أخذ مكالمة ثانية من الأخت سلمة من الولايات المتحدة. أهلا بك. ألو، مرحبا سيد رفيق. مرحبا، يكون معك. أهلا بك، تفضلي. بس أنا بدي تعليقي على بالنسبة لموضوع الحلقة اليوم. نعم. على أنه شيوخ الإسلام ما بأيدوا الثورات أو المسيرات. طبعا زمان أيام الرسول، رسول الإسلام كان طول حياته عايش على الحروب، لسه أوسخ من المسيرات اللي عملوها بالدول العربية زي ليبيا زي تونس زي مصر. كان يقتل هدول، كانوا هلا حاليا المسيرات اللي صارت بالدول العربية بيطالبوا بحقهم، بحقهم لأنهم شافوا حالهم مظلومين مع الحكام. صح. زي الحاكم التونسي زين العابدين، شفت على إحدى المحطات الفضائية بفرجونا إحدى القصور اللي كان يمتلكهم زين العابدين والأموال المخبأة فيها بالمليارات. نعم. والذهب والألماس اللي كانت بحوزته. هذا ما هوش ظلم؟ ليش شعبه كان شعبه ميت وهو بتنوى في المصاري؟ هذا لأنت الشعب العربي بده يضل ساكت على الظلم اللي عايشين فيه مع الحكام. نعم. زي مصر حسني مبارك اللي معاه الملايين طلعهم من مصر وشعبه ميت، هذا ما بصير. نعم، لكن الإسلام بالمقابل لا يأمر، حتى لو كان الرئيس سارقا، حتى لو سرق أموال الشعب، حتى لو ظلمهم، حتى لو عمل أي شيء، لا يجوز تغيير الحاكم وإسقاطه إلا في حالة واحدة، أنه يترك الإسلام أو ينكر أو يغير قاعدة من قواعد الإسلام، يعني ركن كبير من الإسلام. أما الأمور الأخرى لا تهم، حتى وإن ضرب ظهرك وسرق مالك وكان ظالم أو فاسق، لا يهم في الإسلام. طبعا، وطبعا الشعب الشعوب العربية ظلت ساكتة على الأساس الحكام بدهم تصير دولتهم دولة مملكة، وبدهم يضلها يعطوها الحكم وراثي زي حسني مبارك بده يعطيها لابنه جمال، زي زين العابدين بده يسرق شعبه وبده يضلوا 40 و50 سنة على الحكم، لأن هذا ما حصل في تاريخ الإسلام. ورثوا الحكم ولم يتغير أي خليفة إلا بالقتل أو بمات ميتة طبيعية، يعني لم يكن هناك تغيير ديمقراطي أبدا في تاريخ الإسلام. آمين آمين، لأنه كل الحكام أسلام وبيمشي على طريقة محمد الإسلام. نعم، أشكرك أشكرك أخت سلمة. نأخذ مكالمة أخرى من الأخ موريس من مصر. أهلا بك. سلام المسيح معك أخ رشيد، مع كل الناس اللي سمعانا دلوقتي. سلام المسيح. موضوع شيق قوي النهاردة، بس تطبيق الشريعة الإسلامية دي كان حاجة لذيذة قوي. والدليل على كده، الدليل على كده البلاد الإسلامية اللي بتطبق الشريعة قد كده عظيمة. هديك أمثلة منهم. عندك مثلا السودان، عندك الصومال، عندك إيران، عندك قطاع غزة بيطبق الشريعة الإسلامية وقد كده تقدم وتطور. وأنا بس نصيحة، وطالبان أيام زمان، وطالبان أيام زمان طبعا عندك حق. دي للإخوة المسلمين مسج من فضلك، يعني السلفيين لما طلعوا المظاهرات وشيخ الأزهر وقال الشريعة الإسلامية حياة أو موت،
قد كده تأكدت بالظلم ال 1400 سنة فاتت عايزين يطبقوا شريعة بالسيف بالقوة، إن لمجرد الأقباط اعترضوا وقالوا مش عايزين تطبيق شريعة بالكلام بالسلام بالبؤ من غير أي عنف ويطبق، مش عايزين سريعة، قامت الدنيا إزاي إلا الشريعة أنت بتمثل. وطبعا شيوخ المجلس العسكري، شيوخ الأفاضل سميهم، بس أنا الصفة دي بحطها للمجلس العسكري، لما بيهدم سور دير امبارح لأي سبب من الأسباب هذه جزء من الشريعة، لما بيحرق كنيسة في رفح وقاعد يتفرج عليها، لما قسيس يتقتل في أسيوط، لما كنيسة يحصل لها كذا وكذا وكذا، هي دي الشريعة عايز هتطبقها بتطبقها بس على الآخرين، بس ده بيزداد إيمان المسيحيين بيها، لأن فعلا آخر إثبات إنك انتشرت بالسيف وبالقوة في كل العالم وظلمت كل المنطقة، ولازم تتأكد لأن اللي مش شايف يبقى غبي. يد الله بتعمل في كل المنطقة، أمين. مش بالصدفة في تونس، مش بالصدفة في مصر، مش بالصدفة في اليمن، مش بالصدفة في ليبيا، مش بالصدفة انفصال السودان، في البحرين، هتيجي في السعودية، وهيجي وقت من الأوقات لا تحب أعمال الظلمة، شوف النور عشان تطلع للنور. الرب لا يسمح بالظلم أنه يستمر يعني لفترة طويلة، أكيد أن الله يضع حد للظلم في وقت معين. أكيد أكيد، والله بيعمل، ويد الله لمن لا يراها. بص لا تحب أعمال الظلمة، بص للنور حواليك، إيه السبب في ده كله؟ الله بيخبط على الباب بالراحة، المرة دي أقوى شوية، اسمعوا. نعم، أشكرك أخي موريس، أشكرك على هذه المداخلة الرائعة. نأخذ الأخ ناصر من فيينا، أهلا بك أخي ناصر، تفضل. أخي ناصر لو تسمعني من التليفون فقط، لأنه التلفزيون فيه تأخير بيشوش علينا. مساء الخير. هلو، أهلا أهلا، تفضل. أيوة أنا ناصر. مساء الخير يا أخوة. مساء النور. مساء النور، تحياتي أولا للبرنامج. الله يخليك. وثانيا كنت عايز أعلق أو أجاوب على سؤالك اللي عرضته على الشاشة. نعم طبعا، بطبيعة الحال وبشهادة شيوخ الإسلام، طبعا الإسلام يرفض أي ثورات شعبية موجودة في أي بلد إسلامي. نعم. وده راجع لحاجتين. أول حاجة إن هم لو البلد إسلامية طبعا ممنوع منعا بتا أي ثورة شعبية ضد النظام. نعم. وكان والعامل الثاني إن الشيوخ كمان شجبت ومنعت في بداية المظاهرات في مصر بخروج الشباب. صح. للمظاهرة. صح. ضد نظام فاسد. نعم. فما بالك لو جاء النظام ده تغير بأن اللي جاي ده هيحكم بالشريعة. نعم. يبقى في الوقت ده هم فقط يستفيد، يريدون الاستفادة مما حصل. هم لا يؤمنون بإزاحة حاكم مسلم، لا يؤمنون بإزاحة نظام فاسد، لا يؤمنون، وحتى لو مسك الحكم أي واحد فيهم سيفرض نفس الشيء أنه حرام إزاحته من الحكم، لأن هذا مخالف للشريعة الإسلامية. بالضبط كده. بس أنا كنت عايز أنوه على حاجة. نعم. الشعب المصري كله، كل طوائفه للأسف فئة كبيرة جدا مش فاهمين ان الان بتلعب جماعة الاخوان المسلمين ان هم يستميلوا الناس بشعارات اللي لحد ما غيروا شعاراتهم الدينية الى شعارات لحد ما ديمقراطية مدنية. نعم. لكي يستميلوا الناس لان هم ينتخبوهم. صح. والى ان يصلوا الى سدة الحكم سواء في البرلمان او في الرئاسة، هناك الفلوس اللي كانت او ثورات مصر اللي كانت بتنهب عن طريق رجال الفساد في نظام مبارك. نعم. سوف تذهب لاغراض تانية، ممكن تكون اغراض حربية، اعلان الحرب، وفي الوقت ده ممنوع اي واحد يتكلم. نعم. اشكرك منعا باتا. اشكرك اخي ناصر. اشكرك. خليني اقرأ بعض الايميلات التي وصلت للبرنامج. الاخت مارينا من مصر تقول: يا أخي، الإسلام لا يقبل الديمقراطية بل يفضل الدكتاتورية لكي يفرض سيطرته على العالم بأكمله، إنما الديمقراطية تخرج عن سيطرته، لذلك فهو لا يشجعنا. نقطة ثانية: إذا كانت المظاهرات حرام فلماذا يعتبر من مات فيها شهيدا؟ سؤال
ممتاز. الأخ عماد يقول الشيوخ أمثال محمد حسان وغيره يعرفون أن المظاهرات حرام شرعا، ولكن لما رأوا ثورة مصر تحقق لهم الوتوب على السلطة فلا بأس منها، إنها الغاية التي تبرر الوسيلة. الأخ الدكتور صموئيل يقول يتساءل الشيخ عثمان الخميس بأن هل قام أحد في عصر محمد نبي الإسلام بمظاهرة؟ هذا السؤال مضحك جدا، لأن ليس أحد كان يستطيع حتى معارضة محمد، وإذا جرؤ أحد على معارضته قام محمد بتصفيته جسديا كما حصل مع أم قرفة وغيرها الكثير، وهذا المبدأ يطبقه القذافي الآن حيث يقذف معارضي بالطيران الحربي. خلينا ننبه على نقطة ممتازة ذكرها الدكتور صموئيل. لو كان ما عمل محمد في السيرة موجود الآن على الفيسبوك لكان العالم كله يعني كره ما فعله محمد كما يكره الآن ما يفعله القذافي في أهله. فلو رأينا صورة أم قرفة على الفيسبوك وهي تفرق ما بين جمالين لكنا قلنا بهذا عمل فظيع وهذا شخص وحشي، لكن نقرأها في السيرة فنمر عليها مرور الكرام. لو قرأنا أن محمد قتل قبيلة بأكملها تقريبا ما بين 600 إلى 900 شخص بحسب الروايات اللي هي قبيلة بني قريدة، لم يحاربوا، لم يحمل أي شخص بني قريدة سيف على محمد، وأخذ كل من أنبت شعر 900 شخص، 600 على أقل تقدير. القذافي اليوم يقولون أنه قتل تقريبا نفس العدد والعالم كله يستنكر، ما بالك بمحمد؟ لو كان الفيسبوك لكان فضح محمد، لكن للأسف كان في وقت لا يوجد فيه تويتر ولا فيسبوك ولا أي شيء، ولكن الآن ممكن أن نقوم بإطلالة على السيرة ونكتشف هذه الأمور. ينبغي أن العالم يعامل محمد نفس الطريقة التي يعامل بها القذافي اليوم. الأخت صابرين تقول يا للدل ويا للعار، الجيش ضرب الدير بالنار، احنا رحنا المستشفى النهاردة المصابين مضروب عليهم رصاص حي والرصاص مختوم بختم القوات المسلحة، ما فيش حد بيصدق حتى لو شافوا بعينهم. لحد امتى وفين الإعلام بيخبي ليه؟ احنا تعبنا خالص، حرام اللي بيحصل فينا، حتى الدير والرهبان نعمل ايه؟ الشباب يعملوا ايه؟ صرخة من أخت مسيحية من مصر. الأخ مدحت يقول ليس غريبا على أئمة الإسلام هذا الأسلوب من بغض الشيء، وبعد ذلك سرعان ما تنقلب أراءهم إلى محبة الشيء وترغيب الآخرين فيه، فهذا أسلوب ركوب الموجة، فكرههم للمظاهرات سرعان ما تبدد إلى اعتبار القائمين عليها من الأبرار غيروا الواقع بهمتهم وقوتهم. ليس عجبا فإن الإسلام والفقه الإسلامي جرى على الاختلاف في كل أمر يطرح، فتجد لشرح الأمر آراء متباينة عديدة. إن الإسلام يحرم الخروج عن الحاكم مطلقا، لهذا أرى في هذه الدكتاتورية يعني لهذا فإنني أرى في هذا دكتاتورية بحقها. الأخ جورج من لبنان يقول الإسلام لا يتماشى ولا يحتضن أي حركة حرية إلا في مواجهة سلطة غير إسلامية، ونحن نقول الآن أن هذه الحركات ليست لصالح الإسلام على المدى الطويل، لأن الانفتاح والعلم لا يتماشى مع الإسلام الذي انتشر وازدهر بفضل الجهل المدقع في الشعوب التي سيطر عليها وأخضعها لحضارة عدم المساءلة أو الفهم. أرى بداية نهاية سلطة الإسلام المطلق على أتباعه. أتفق معك كليا، أنا قلت منذ زمن ليس بالبعيد أن الإسلام يرتكز على ثلاث أمور: حجب المعلومات، قمع الحريات أو التخويف، وعلى أموال البترول. الحريات الآن تنتشر في العالم العربي، أموال البترول يبحثون لها على بديل، والمعلومات الآن يراها الناس ويطالع عليها عبر الإنترنت والفضائيات، فالإسلام سيسقط لا محالة سقوطا مدويا. نأخذ مكالمة من الأخ سعيد من هولندا. أهلا بك، تفضل أخي سعيد، أنا سامعك، يريد تسمعني من التليفون فقط. سعيد أخي رشيد، سلام المسيح معك. سلام المسيح معك، تفضل.
أخي أنا عابر من زمان وكلمتك من فترة طويلة. نشكر رب من أجلك. في موضوع اليوم أنا يعني دائما أكتب على القناة على قناة العربية أنه الإسلام من بدايته لتاريخ اليوم هو وراثه. فالثورة سواء الحكام من هذاك اليوم لتاريخ اليوم فلا يقبلون لا الحرية ولا الديمقراطية. نعم. وهذا السبب هو اللي بدأ والشيوخ اللي طلعوا على طلعتهم هسه على القناة يحكون هذول يخافون على السعودية لأن السعودية جايها الدور. نعم. هما من غير السعودية هو الإسلام في حد ذاته يكرس ثقافة الخضوع للحاكم المسلم. يعني ليس غريب أن نرى أنه في الشرق الأوسط مثلا لبنان كان فيها ديمقراطية لكن نجد أن لبنان كانت مسيحية. إسرائيل بغض النظر عن أنه نتفق معها ونختلف معها فيما تعمله لكن لو نظرنا إليها كنظام ديمقراطي يحترم آراء شعبه إذن فيها ديمقراطية طلعوا لأنه اليهود. فإذن ليس غريب أنه الأنظمة الإسلامية في الشرق الأوسط هي الدكتاتوريات بعينها. صحيح بس ولكن يعني الإسلام لا يقبل لا توجد ديمقراطية يعني من بداية الخليقة أتفق معك كليا. نعم. أخي سعيد أشكرك. أخي سعيد لدينا فيديو سأعرضه يتحدث عن خوف الشيوخ لأنهم رأوا ويعترفون بأنفسهم أن هذه المظاهرة لم تكن إسلامية لن تدافع عن مكاسب إسلامية لأنه قادها الشباب وأنه كانوا رافضين الشعارات الإسلامية رافضين أي شيء فيه ريحة الإسلام والشيوخ يعترفون بهذا الأمر لكنهم يقولون إن لم يكن أو إن لم تكن هذه الثورة ستقوم بإقامة الشريعة لا نريدها. فيديو مهم نرى فيه آراء هؤلاء الشيوخ. لكن العجب العجاب أننا في هذه الفتنة الصلعاء نجد من يستحي من الدين ومن يستخزي من الإسلام كأن ذلك من جملة الخبث الذي ينبغي أن ينزه نفسه عنه. لقد رأيت ذلك بنفسي عندما كنت أمر على إخواني الساهرين الذين يتدرسون في الأكمنة هنا وهناك كنت أحاورهم فأجد كثيرا من الناس لا يريدون الدين. سبحان الله إنهم يحبوننا ويحترموننا لكن لا يريدون الدين حكما بين الناس. لقد رأيت ذلك بنفسي. ولذلك الطرح الذي ذكره كثير من إخواني في الداخل والخارج مهتفات كثيرة تأتيني سواء من داخل مصر أو خارجها إن الفرصة الآن مواتية كي نثب على كرسي الحكم وأن نعتلي سدته وأن نكون مالكين لأزمة الأمر في مصر ولنعيد الخلافة الإسلامية وليكون الحكم إسلاميا خالصا نقيم الوزارات ونقضي على الفساد ونقيم العدالة ونحقق الإصلاح ونولي الذي يعتني بالأمة. هذه كلها أمور جميلة ولكن إذا كان كثير من الشعب لا يريد الدين فإذا قلنا بالدين حاربنا هؤلاء الناس وقامت المجازر. أيها الإخوة الكرام قلت لكم كثيرا من قبل ومنذ سنين أننا نفرق بين النظام وبين البلاد قلت ذلك منذ سنين وهذه الجملة سببت مشاكل عدة ولكن لازلت مصرا عليها وسأزال في الوقت القريب لأنهم إذا أرادوا أن يزيلوا نظاما فسيأتون بنظام أسوأ وأضل من ذلك النظام. كلهم علمانيون لم يرفع أحدهم راية إسلامية ولم يطالب أحدهم بشرع الله عز وجل ولم يسمي أحدهم رجلا مسلما دينا لكي يعتلي سدة الأمر بل إن المفاوضات والمباحثات والمشاورات التي تجرى في العلن والباطن والترتيبات التي تعد في مطابخهم العفنة إنما الإعداد يعد من أجل تولية علماني أيضا بحجة الخوف على مصلحة البلاد.
سبحان الله سبحان الله. لماذا تخافون من أهل الإسلام؟ لماذا تخافون من أهل الدين؟ لماذا تخافون من شرع الله عز وجل؟ أنا بعترف أنه لا يوجد الشباب اللي متواجد الآن في ساحة ميدان التحرير مش كل شباب إسلامي، مش كل شباب مسلم إطلاقا. جل هذا الشباب شباب الإنترنت، لكنه يحترمنا يجلنا. صحيح أنا لا أدعي أني لو قلت النهاردة انصرف وأنصرف، لا، هذا الدعاء كاذب وهذا الدعاء سخيف لا يقول به عاقل ولا حكيم. الآن إذا كانت هذه الثورة مش هتقيم دين، شكرا، عشان ما يطلعش امبارح واحد من حركة كفاية على قناة فضائية يقول احنا مش عايزين اي رمز ديني موجود جوه الميدان، مش عايزين اي حد يتكلم خالص، لدرجة ان واحد قاعد قدامه يقول له صفوة حجازي ده طائفي ويقول له الثورة انا سمعت شعار ديني غريب جدا، ده الناس بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، وما ينفعش يتقال الكلام ده في الثورة. فاذا كان المقصد من وراء الكلام اللي بيحصل ده ان ينحى الاسلام، انا متشكر جدا للي بيحصل. وبعدين يا شيخ خالد عايز اقول لحضرتك، اذا كان النظام ظالما فنحن ايضا ظالمون، واتصور ان حضرتك متفق معايا انه كيفما تكونون يولى عليكم. كلام جد مهم وخطير في نفس الوقت، خصوصا كلام الشيخ احمد النقيب الذي يقول ان الكثير من السلفيين اتصلوا بي وقالوا لنثب على الحكم الان، والان دورنا لنقيم الوزارات ونقيم العدل ونقيم الشريعة الاسلامية، لكن هم يعرفون أن شباب الثورة لم يكن بالشباب الإسلامي الملتحي الذي يريد أن يفرض الشريعة الإسلامية على المصريين. معنا مكالمة من الأخ أبو علي، اتفضل. أخ رشيد، كان هذا الطرح طرح ممتاز، الله خير. وبصراحة زي ما بيقولوا عنا أنه كفيت ووفيت، شكرك. وكل برامجك رائعة، خاصة يشرفني أنه أقول أنه أنا أبو علي مدير قناة الحياة. الله أحييك حبيبي رشيد. أشكرك. على مدة 4 سنوات لبرنامج سؤال جريء. أشكرك. طبعا هذه المناسبة مناسبة خاصة وتشرف كل القناة وخاصة أنت، إحنا طبعا أصدقاء لمدة سنوات طويلة، وبصراحة نفتخر بهذا البرنامج وبكل برامجنا وأيضا بصداقتنا معا. شرف لي يا أخ أبو علي، وربنا يباركك ويبارك مجهودك في تقديم الحق لإخوتنا المسلمين الذين لا زالوا يقبعون تحت ظلمة الإسلام. طبعا في شيخ من الشيوخ، يعني هذا مش قادر أمسك نفسي، في شيخ من الشيوخ بيقول هل الصحابة قاموا بثورة؟ نعم. لا، الإجابة لا، ولكن الصحابة أتروا بعضهم البعض. صح. ويعني بدون ثورة على طول. نعم. يعني يسموها خلص على طول. صح. اشكرك اخ ابو علي. طيب، سلام ونعمه. ربنا معك، ربنا معك. ناخذ مكالمه اخرى من اخ عزمي من مصر، اهلا بك اخ عزمي، انا سامعك، تفضل. ايوه اخ عزمي، اهلا، ازيك يا اخ رشيد؟ انا مبسوط جدا بصراحه، انا معجب جدا بإلقائك واعصابك الهاديه جدا. اشكرك. وده طبعا دي مش موجوده كتير في المتكلمين بصراحه. الفكره بقى، نعم. السؤال بتاعي، نعم. انا حسيت اني يعني بالنسبه لدي مدخله يعني، نعم. ان حوالي 55% من الشعب يعني من النساء و45 رجاله يعني، فالفكرة دلوقتي احنا ليه ما نحطش كل تركيزنا على النساء علشان نفهمهم ايه هي الشريعة الإسلامية بالضبط؟ ولازم، انا ما فهمتش يعني كيف انه 95% نساء و5% رجال، 55% نساء، نعم، و45% رجال. فالفكرة دلوقتي هنا فيري فيري يعني كلير، ان ليه سمعت دلوقتي، نعم. فالفكرة ليه ما نحطش كل تركيزنا بالذات في الفترة الجاية على ان نعرف النساء دول اللي هم لهم صوت جامد، نعم. وبالذات معظمهم متعلمين ومعظمهم دلوقتي عارفين بالنسبة لكل الانترنت والحاجات دي، فاهمين كل حاجة what's going on اللي ماشي في البلد ايه.
نعم. فبالحالة دي عاوزين نفهمهم كويس ايه هي الشريعة الإسلامية بالنسبة لهم. وانا ما شفتش ناس كتير بيتكلموا، شفت يمكن الرئيس أماني، بس عاوزين واحد يكون فيري يعني جديد يعني يعني جميل ويفهمهم بالضبط خطوة بخطوة. ففي الحالة دي في الحالة دي يبقى احنا أعتقد أنه مع الإنترنت ومع كل الذي يجري الآن، وكما قال أحد المشاهدين أنه ليس صدفة أنه الناس ابتدت تعي ما يحصل في العالم الإسلامي، ابتدوا يعرفون ما هو الإسلام، ابتدوا يفرقون ما بين حرياتهم الشخصية، حقهم في العيش بكرامة، حقهم في الحصول على حرياتهم، وفرق ما بين الدين. هم يريدون أن يركن الدين إلى جانب، الدين ما بينك وبين ربك. مظبوط فعلا. نعم. أنا متأكد 100% لما واحدة زي بس المتعلمة وتفهم بالضبط إيه اللي بيحصل، لا يمكن هتفكر في حكاية لا يمكن هتفكر إن هي تبص راجل في 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 الكورت في المحاكم، او هي مثلا يعني 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 بيبقى في حاجات كتير لازم نصغرها ونفهمهم ايه بالظبط اللي لازم يعمل. ففي الحاله دي يبقى كسبنا 55% من الاصوات. اشكرك على هذا الاقتراح، وربنا وفقنا حتى ناتي باشخاص اخرين يشرحون ما هي الشريعه الاسلاميه لهذه الشريحه من المشاهدين. بالضبط. اشكرك. ناخذ مكالمه من الاخ رأفت من النمسا، اهلا بك. ألو تفضل أخي رأفت، ويا ريت تسمعني من التليفون فقط. أوكي. تفضل أخي رأفت، أنا سامع. مساء الخير، سلام المسيح. مساء النور، تفضل. أولا أنا مبسوط جدا من البرنامج الجميل ده، دايما متابعه. الله يخليك. والحقيقة يعني تقديم حضرتك لي في منتهى الروعة. أشكرك. أولا بالنسبة لموضوع يعني أنا يهمني موضوع بالنسبة للي احنا بنتكلم فيه في حديث يمكن ما ذكرتوش حضرتك. نعم. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نعم. ده صحيح مسلم، ومعناه مثلا لو احنا اخذنا مثال الرئيس السابق مبارك لما جه ايمن نور مثلا، بيبقى في ناس مبايعين مبارك وناس مبايعين ايمن نور. فالمفروض ايمن نور يتقتل، لانه انا بجيبه كمثل يعني. نعم. لانه الآخر لابد ان يقتل يعني. نعم. فدي شيء طبعا معارض تماما للديمقراطية. هو في يعني لو هو الموضوع متشعب جدا، لو ذكرنا كل الأحاديث، أنا حتأكد أنه من صحة الحديث ده أنا بصراحة أول مرة أسمعه، لكن على العموم مثلا الخلافة في قريش، يعني محمد حدد في الحديث الخلافة في قريش، يعني قبيلة واحدة هي تتولى أموركم والتانيين يعني ما لناش دعوة بهم. فكل هذه الأمور تجعل أنه حكم وراثي ليس له علاقة بالديمقراطية التي نعرفها اليوم. هو حضرتك صحيح مسلم، الحديث 1853 الجزء الثالث صفحة 1480. حاضر، أشكرك على العموم. في نقطة تانية في نعم. مثال أهمية بمناسبة الحلقة اللي جاية. نعم. أنا بصفتي مصري من حق أن أنا أناقش الدستور أيا كان الدين بتاعي. صح صح. فأنتوا بتقولوا في الدستور يا جماعة اللي حاطين الدستور مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. أنا عايز أعرف، ودي نقطة مهمة جدا. نعم. أنا عايز أعرف مبادئ الشريعة الإسلامية على سبيل الحصر. نعم. الوقت لا يسمح بإكمال مداخلة، لكن أشكرك، والحلقة الجاية سنوفي هذا الموضوع حق، لكن أشكرك على مداخلتك الجميلة. بالنسبة للإس إم إس، وصلنا 95% يقولون لا، يعني الإسلام لا يساند أو لا يؤيد ثورات شعبية، 5% فقط يقولون نعم الإسلام يؤيد الثورات الشعبية. موضوعنا الحلقة القادمة سيكون حول مادة ثانية من الدستور اللي هي تقول بأن نستمد أو القانون يستمد من الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وهذا يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للأقليات،
بالنسبة للأقباط بالأخص، وبالنسبة للآخرين أيضا البهائيين أديان أخرى. فسنناقش هذا الموضوع، سيكون معنا ضيف في الحلقة لمناقشة الموضوع كله. أشكركم على المتابعة، أشكر كل الذين بعثوا الإيميلات وعلى الذين اتصلوا بالبرنامج، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.